السلام عليكم. فصل 66 أكاديميا من جامعة صنعاء من قبل تحالف الانقلاب بأوامر يرجح كثيرون أنها أمنية لها علاقة بالسلطة الفاشية أكثر من علاقتها بالسلطة القانونية في ظل الانقلاب على المرجعيات الدستورية والقانونية. الانقلاب الذي اختطف الدولة اليمنية بات يستخدم الفصل الوظيفي كوسيلة عقاب لمعارضيه وضحاياه في المنفى الذين أجبرتهم آلة القمع على مغادرة البلد. سلطة الانقلاب ذاتها التي وضعت معارضين سياسيين وصحفيين دروعا بشرية وضعتهم أيضا في مخازن المتفجرات. هذا هو الواقع في صنعاء بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام. إذن هو فصل آخر من فصول الميليشيا تسعى فيه للسيطرة على التعليم من خلال توظيف الكثير من أنصارها في المستويات التعليمية. وهنا نتساءل، ما أثر فصل 66 أكاديميا على العملية التعليمية في اليمن؟ وما مستقبل العمل الأكاديمي في ظل سيطرة الميليشيا؟ وما موقف النقابات الأكاديمية والتعليمية التي تبدو هي أساسا تحت التضييق؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ الحلقة أو النقاش بعد متابعة هذا التقرير. تجريف حاد للدولة ومؤسساتها وسلمها الوظيفي من ميليشيا لا تدرك عاقبة ما تصنع. يواصل الحوثيون انقلابهم على الدولة بفصل العشرات من الأكاديميين وموظفي الدولة واستبدالهم بمناصريهم وميليشياتهم. الفصل الذي بدأ من وكالة سبأ عبر كل مرافق الدولة ليصل إلى هرمها التعليمي جامعة صنعاء، حيث تم فصل أكثر من 60 أكاديميا من جامعة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في ظاهرة هي الأولى في اليمن وصفت بالمجزرة الأكاديمية. في سياق مسلسل التهام الدولة، كانت ميليشيا الحوثي قد عينت هيئة رئاسية جديدة للجامعة ولعدد من الكليات من الموالين لها، وهو ما دفع هيئة التدريس في عدد من الجامعات لرفض القرار وإعلان الإضراب. نقابة هيئة أعضاء التدريس بجامعتي صنعاء وعمران عبرتا عن رفضهما للإجراءات التي اتخذتها رئاسة الجامعة في تأكيد على عدم قانونية القرارات. النقابة أيضا اتهمت الميليشيا بخلط الأوراق بين ملف الأكاديميين المنقطعين وبين الأكاديميين الملحقين سياسيا من قبل الحوثيين. منذ ألقت الحرب بظلالها على اليمن والتعليم ليس بخير، حيث تنشر ميليشيات الحوثي مسلحيها في حرم الجامعة، وقامت في وقت سابق باختطاف عدد من أساتذة جامعة صنعاء، وهو ما اعتبر انتهاكا خطيرا للحقوق المدنية ويعكس الطابع الفاشي للحركة الحوثية. تستمر الاعتداءات على أساتذة الجامعات وطلابها في ظل سطوة الميليشيا وسط مخاوف من انهيار العملية التعليمية ومستقبل العمل الأكاديمي في اليمن. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ الحلقة مع ضيفنا عبر الهاتف من مكة دكتور وديع العزعزي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي الكريم، حياكم الله. أرحب وسهلا بجمهور المشاهدين. حياكم الله دكتور. أرحب أيضا بضيفنا عبر السكايب الناشط السياسي الأستاذ وليد الأبار. أهلا بكما ضيفي الكريمين وبمن سيأتي معنا أيضا. أبدأ مع الأستاذ وليد الأبار. أستاذ وليد، كيف تقرأ هذا القرار القاضي بفصل أكثر من 60 أكاديميا من جامعة صنعاء؟ هيا لك ولضيوفك الكرام. أخي العزيز، ما تقوم به الميليشيات الانقلابية حاليا في أهم مصح تعليمي في البلد الجامعة صنعاء يعد كارثة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. كل يوم نتأكد على أن العدو الأبرز أو العدو التي تناصبه الميليشيا العداء هي الجامعات، هو التنوير. يبدو على أن هناك مشكلة حقيقية ما بين الجامعات والتنوير والعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل عام في البلد مع هذه الجماعة الظلامية. فصل 60 أكاديمي أو 66 أكاديمي يعتبر قرار تعسفي، بمعنى على هم من أضطروا الناس لترك وظائفهم والنجاة بجلودهم من موت أو من سجن محتم.
ليذهبون إلى بلدان أخرى ومن ثم يقومون بالفصل. طبعا هذا الخلفية القانونية للقانون، أولا هم ميليشيا غير قانونية أساسا، ويعتبر تدخل كبير جدا، وهم يستغلوا في الوقت نفسه ضعف النقابات في البلاد بشكل عام. بعد أن حولها النظام السابق نظام صالح إلى نقابات بوليسية، وكان يعين أعضاء الأمن السياسي على رأسها، ويستغل الأوضاع بشكل عام الذي هو أوضاع الحرب وما صارت إليها البلاد حاليا، بالإضافة إلى اختطاف الإعلام الداخلي وكل مؤسسات الصحافة، وطريقته الوحشية والمبالغ فيها في استخدام العنف ضد كل معارضيه. هو يستخدم كل هذه الحالة من أجل تمرير مجموعة من القرارات من ضمن هذه، ومن ضمنها اغتصاب الجامعة، اغتصاب رئاسة الجامعة، وتحويل أو استنفار أو يعني بشكل أكثر وضوحا إفراغ العملية الأكاديمية من شقيها العلمي والتخصصي والأكاديمي، واستبدالهم بمجموعة تنتمي إلى الهاشمية السياسية. هذه حقيقة هناك عملية تجريف طيب حقيقة هذا التجريف هذا التجريف الوظيفي أستاذ وليد، كيف سيؤثر مستقبلا على المواطنة وكذلك على الوضع المؤسسي للدولة المخطوفة منذ أكثر من عام؟ هناك طبعا ستكون هناك كثير من ما ستمخض عليه هذه العمليات، سواء من الرد الشعبي أو من حيث العملية المؤسسية. التعليم في البلد يسير إلى مراحل سيئة جدا، من حيث على كل يعني كل المؤشرات تدل على تذهب إلى وضع لا يحسد عليه. ومن ناحية أخرى هناك أيضا اغتصابهم للسلطة، اغتصابهم لمؤسسات السلطة سيؤدي إلى صوت أو لكل نعم أستاذ وليد يعني لكل فعل ردة فعل. هذه النظرية الفيزيائية الخالدة سيكون هناك بالمقابل رد شعبي، وأعتقد على أنه في المستقبل سيكون هناك حزمة من المطالبات أبرزها على ألا يتواجد أفراد الميليشيات على سلم العمل الأكاديمي. طيب دعنا نعود إلى هذه النقطة لاحقا أستاذ ولي، لكن أرحب مجددا بالدكتور وديع العزعزي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية. مساء الخير مجددا دكتور وديع. يا أهلا، مساء النور لك ولضيفك الكريم. أهلا دكتور. دكتور، أنت الأكاديمي الذي يعني وضع اسمك في صدارة هذا القرار، كيف تلقيت هذا القرار وكيف أو في أي سياق تقرأ؟ حقيقة يعني القرارات الصادرة الأخيرة الصادرة هي حلقة من حلقات التآمر على الجامعة، وحلقة من حلقات الحلقات الممنهجة لتدمير العملية التعليمية والتعليم الجامعي بالتحديد. ما يعني لا أعتقد أنه سيتوقف الأمر عند هذا إذا لم تكن هناك وقفة جادة ومواجهة حقيقية لهذه القرارات ولهذه الحماقات التي ترتكبها هذه الميليشيات ممثلة بمن تعينهم في قيادة الجامعة. تلقيته باستياء شديد، لأن قرارات ظالمة وتعسفية ويعني وغير قانونية. نعم، يعني ما هي وجهة النظر القانونية التي تقول وفقا لها أنها هذه القرارات غير قانونية، وكيف يمكن قراءتها أساسا في يعني خضم الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد؟ طبعا يعني حقيقة هو لابد من الإشارة إلى أن الجامعة كانت وما زالت مصدر التنوير، وهي مصنع الإشعاع والبحث والمعرفة في أي مجتمع. في اليمن عملت مع الأسف يعني الأنظمة السياسية ولا سيما النظام العفاشي وسلطة الميليشيات على مواجهة دور الجامعة بنوع كبير من التقييد والتضييق والاختراق على مختلف الجبهات، لمنع محاولة أي إبداع أو محاولة أي عملية تنويرية حقيقية يقوم بها أعضاء التدريس وتقوم بها الجامعة.
وسعوا الى من خلال ذلك الى محاربه اعضاء التدريس وتكميم افواههم والى منع حقوقهم، وبالتالي يعني عملوا على ان يظل عضو هيئة التدريس يدور في حلقه ضيقه ما بين يعني مواجهه الحياه المعيشيه وما بين ايفائه بالتزاماته الاكاديميه، ولا يستطيع، وكلما حاول ان يطالب بحقوقه يواجه بنوع من التعسف. النقابات حاولوا تطبيق الحريات النقابيه والعمل على اختراق النقابات المتعدده من اجل ان تتماشى مع توجهات هذه الادارات مع الاسف. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء. بالنسبه اريد ان اضيف بالنسبه للقرارات الصادره الاخيره، حتى نكون واقعيين وحتى نكون موضوعيين، يعني لا ينبغي ان يعني ان نتحدث عنها ككتله واحده، لان هناك اسماء قد تكون نحن كاكاديميين مع القانون وتطبيق القانون بما يتناسب مع الحقوق والمواطنه المتساويه وليس انتقائيه، بمعنى انه اي يعني قد يكون هناك اعضاء تدريس لهم مده طويله غير منقطعين، لكن ايضا هذه القرارات شملت اعضاء هيئه التدريس يعني على تواصل مع جامعاتهم ولديهم قرارات في اجازه بدون راتب او تفرغ، وبالتالي لا ينبغي ان يعني يتم هكذا تمرير هذه القرارات وفقا لهواهم وبالشكل الذي يوهموا فيه الاخرين بان هؤلاء منقطعين عن العمل. اخي الكريم، هناك اجراءات قانونيه وهناك اجراءات ملزمه على رئاسه جامعه صنعاء كان ينبغي ان تتخذها وفقا لقرارات مجلس جامعه صنعاء هي نفسه الذي اقر في احدى جلساته انه ينبغي ان يكون هناك اعلان مرئي ومسموع ومقروء في وسائل الاعلام لجميع اعضاء التدريس من يسمونهم منقطعين، وان يتم عمل مخاطبات رسميه لهم قبلها بفتره بحيث يرتبوا امورهم وعملهم في الجامعات التي يعملون فيها بحيث يستطيعون العوده. هذا بشكل رسمي. الجانب الاخر، اجراءات التعيين في البدايه هي نفس يعني ينبغي ان يتم مراعاتها عندما يتم اتخاذ اجراءات بالفصل. هؤلاء لم يتخذوا اي اجراء يعني بحيث انه يتم اعطاء فتره لهذا التدريس او مخاطبتهم. نعم. نحن اذا كان هناك اي عضو هيئه التدريس تجاوز فترته يعني بفتره طويله ينبغي ان يتم اتخاذ الاجراءات وفقا للقانون وليس تجاوزا للقانون. نعم، إذا هذا يعني الحديث إذا ما غضينا النظر أساسا على أن من قام بإصدار هذه القرارات هم يعني معينون من قبل سلطة انقلاب على الدولة لا تحمل تفويضا رسميا بشكل أساسي. وهذه مسألة أخرى ومهمة جدا. يعني من أصدر القرار غير شرعي ويعني لقرارات غير شرعية، هذه نقطة أساسية. نعم، طيب دعني أنطلق من هذه النقطة إلى الأستاذ وليد الأبار وأعود إليه من هذه النقطة. يعني هل نستطيع القول أستاذ وليد أن الانقلاب يصل إلى مرحلة من الانحدار كونه أصبح يضرب بالشروط الأساسية للمواطنة ممثلة بالوظيفة العامة، يعني يستهدف الناس حتى في أرزاقها بشكل غير مبرر؟ سأحاول أن أعقب على ما ذكره ضيفك الكريم الدكتور، وأنا أتعاطف معي حقيقة وعلى ومع كل الذين تم فصلهم اليوم أو أصدر قرار بفصلهم. أولا، لا يمكن أن نقرأ القرار الذي تم اتخاذه بحق هؤلاء الأكاديميين بعيد عن مجمل العمل السياسي أو الحالة السياسية داخل البلد. القرار ثم في أخذ طابعا سياسيا وليس طابعا إجرائيا، بمعنى هناك حالة خاصة يتم التعامل بها من قبل الانقلاب او سلطه امر الواقع مع جامعه صنعاء، ابتداء من عسكره الجامعه. انت اذا نظرت او اذا ما قمت بزياره الى جامعه صنعاء ورايت افراد الميليشيات الذين يتواجدون امام البوابات بازيائهم الشعبيه او بازيائهم الشعبيه، ستجد على ان يعني تم عسكره الجامعه، مش عسكرتها حتى
جاءوا بأزيائهم العسكرية متعارف عليها، وإنما عسكرتها بالطابع الميليشياوي، بالطابع الميليشياوي. هناك حالة انفلات لحملة سلاح داخل حرم الجامعة، هناك تم تعيين رئاسة الجامعة بطريقة غير قانونية. نعم. إضافة إلى أنهم هم أيضا غير قانونيين وغير دستوريين، يتم الاستيلاء على الوظيفة العامة بشكل رئيسي واستلام مفاصل الجامعة. نعم. أيضا قامت الميليشيات باختطاف ترويع العديد من الأكاديميين وأعضاء نقابة التدريس منهم الدكتور أحمد الضوائري والعديد من زملائه. تم اختطاف مجموعة من الطلاب، أتذكر على أنهم دفعوا مجرد لوحات مكتوب عليها ارحل، وكادوا يقتلون، كادوا يقتلون لولا أن كان هناك مجموعة من رجال الجيش على الأقل كان لديهم نوع من الذكاء السياسي، وتم ضبط السلاح الذي كان مع أفراد الميليشيات هنالك لتم قتلهم، وأخذوا منهم حوالي 24 شخص وميداعهم السجون أيضا. نعم. كل هذه التصرفات تدل على أن هناك مؤامرة تحاك ضد الجامعة، ضد جامعة صنعاء، محاولة إفراغها من مضمونها التعليمي، من طابعها التنويري، لأنهم يعرفون، هذه الميليشيات الظلامية تعرف على أن الجامعة هي مصنع التغيير، من الجامعة تنطلق التغيير، من الجامعة تنطلق. طيب دعني من هذه النقطة تحديدا أستاذ وليد أنطلق بسؤالي إلى دكتور وديع العزعزي. دكتور وديع، يعني هذا القرار لم يأتي يعني للوهلة الأولى، لم يأتي هو بمفرده جديدا أو حديثا، هذا القرار سبقته العديد من الممارسات التي قامت بها سلطة الانقلاب. كيف إذن يمكن قراءة هذه الممارسات بشكل عام انتهاء بقرار فصل 66 أكاديمي؟ وبالتأكيد مثل ما ذكرت سابقا، هو حلقة من حلقات تدمير العملية التعليمية في اليمن، وبالتحديد التعليم الجامعي، ولكنهم لا يدركون مع الأسف، يعني مع الأسف هذا سيؤثر يعني على مستقبل الجامعة والعمل الجامعي في اليمن، سمعة الجامعات اليمنية، سمعة جامعة صنعاء. على الميليشيات هذه أن تدرك أن ممارساتها وتدخلاتها ستؤثر على تقييم الجامعات اليمنية لدى المنظمات الدولية، لدى الأمم المتحدة، لدى منظمة اليونسكو، التربية والثقافة والعلوم. هم يسيئون إلى اليمن، ويسيئون إلى الجامعات اليمنية. هم لا يدركون ما يعني طبيعة ما يقومون به. يعني أفهم منك دكتور أن ذلك يؤثر على التقييم الأكاديمي للجامعات اليمنية على مستوى العالم؟ نعم أخي الكريم، هناك تدخلات سياسية ساخرة، وهناك تدخلات أمنية ساخرة من قبل ميليشيات غير شرعية تتدخل في العمل الأكاديمي وتتخذ قرارات وتمارس سلطات لمجالس رسمية كمجلس الجامعة ومجالس أخرى وفقا بطريقة مخالفة، وهذا سيؤثر على طبيعة العملية التعليمية والخريجين والشهادات الأكاديمية الممنوعة وكثير من الأشياء. إذن يمكن قراءة هذا العمل على أنه عمل ممنهج يستهدف العملية التعليمية بشكل عام، يستهدف الأجيال القادمة من اليمنيين، أفهم منك دكتور؟ نعم، مع الأسف أخي الكريم، يعني هذه وما الحلقة والقرارات الأخيرة إلا هي يعني مع الأسف هي تريد تمرير أشياء أخرى، تريد القرارات. ما هي هذه الأشياء؟ يا أخي الكريم، البيئة، هم يعرفون أن البيئة الجامعية، بيئة العمل الجامعي في هذا الوقت بالتحديد يفتقر إلى كثير من الأشياء، يعني بحيث أنهم يعني حتى إذا ما افترضنا جدلا يعني شرعية ما اتخذ من قرارات أو إلزامية ما اتخذ من قرارات نحو على الأشخاص المعنيين، وبالتالي مطالبتهم بالعودة وفقا لماذا؟ يعني أنا إذا كنت أنا أختلف يعني في الرأي وضد هذه الميليشيات وفقا على بناء على أي أساس سأعود؟ أنا لا أريد اي امان، او لن يعني قد اتعرض الى كثير من الاشياء التي فيها خطر على حياتي، هذا جانب. الجانب الاخر، لا توجد خدمات اخي الكريم، كثير من الزملاء عادوا خلال الفتره الماضيه لم يستلموا رواتب، واجهوا مشكله في اعاده رواتبهم واستلامها، قضوا اكثر من سنه وقضوا سنتين، يعني لا توجد تسويات اخي الكريم. رواتب الكثير ممن هم في القرار قد صدرت يعني وتم مصادرتها، وبالتالي يواجهون كارثه حتى اذا ما فكروا في العوده. طيب هل يتم النيل، افهم منك دكتور، النيل من جامعه صنعاء والعمليه او يعني الوضع الجامعي او الاكاديمي بشكل عام من خلال هذه الممارسات، ويعني
مواجهتها لما مثلته من رمزية للتغيير ورمزية للتفكير وتقبل الآخر بإعطاء هذه الصبغة السياسية لهذه القرارات الخاصة بالفصل وغيرها من القرارات. صحيح كلامك صحيح. جامعة صنعاء يراد لها أن تتمط، جامعة صنعاء يراد لها أن تنبطح، جامعة صنعاء يراد لها أن تكون يعني أداة سلبية في تغيير المجتمع. يعني هذا الدور الذي يراد جامعة صنعاء ويراد لكادر أعضاء التدريس وللجميع. أخي الكريم، يعني حتى يعني أنا يعني إذا ما تحدثنا عن طبيعة هذه القرارات ستجد، يعني أنا أستغرب يعني حتى كجانب ستجد في حيثيات اتخاذ القرار أنه وفقا لاجتماع مجلس الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة صنعاء والذي اتخذ فيها القرار في 1/1/2015، ثم بعد ذلك يقول ويتم ويحق التظلم لأعضاء التدريس حتى فترة 15 يونيو 2015. ثم بعد ذلك هذا القرار الصادر يوقع من قبل من يسمي نفسه رئيس الجامعة في 23 أبريل 2016. نعم. كيف يعني هذا يعني ما يعني هل كيف يتم التعامل مع هذا؟ يعني هذا جانب. الجانب الآخر يا أخي الكريم، أنا وضعت في 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 في, في صدارة الكشف رغم أنني عند لدي إجازة قانونية إلى 2015، ونتيجة لظروف الحرب ونتيجة للأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، كثير يعني أنا وغيري كثير من أعضاء التدريس وغير الأعضاء المواطنين اليمنيين المسافرين في الخارج لم يستطيعوا العودة. طيب يعني الآن هناك عشوائية حتى في اتخاذ القرار نفسه وحتى في صيغة القرار، ربما هذا على ماذا يدل دكتور؟ يدل على أن هناك ارتباك عشوائية، يعني قرارات يراد منها فقط يعني إقصائية يعني في هذه الفترة الغير طبيعية في هذه الفترة الاستثنائية من أجل تصفيق حسابات. يعني إذا دكتور وديع العزعزي، كنت الأستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. وقبل أن أعود إلى الأستاذ وليد الأبرة الذي يعني هو معنا عبر الإنترنت من الرياض، أذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، نستمر بعده في حلقتنا، ابقوا معنا. والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها من كل شعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا التواصل مع نقابة أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة صنعاء، لكن يبدو أن هناك مخاوف من الظهور معنا في هذه الحلقة. أعود إلى الأستاذ وليد الأبارة، الناشط السياسي والكاتب من الرياض معنا. أستاذ وليد، يعني بحكم أنك كنت تعمل أو مهتم بالعمل المؤسسي وكنت تعمل في وزارة الشؤون القانونية، ما هي الآثار المترتبة على الممارسة على هذا التراكم الدستوري والقانوني يعني الذي قطعت ربما اليمن فيه شوطا جيدا أستاذ وليد؟ قبل أن أرد على سؤالك سأتطرق لما جملة مهمة قالها الدكتور، أنهم يريدون أن تكون جامعة صنعاء منبطحة، وهذا صحيح. شاركت كان جامعة صنعاء وطلاب جامعة صنعاء وطلاب القطاع الطلابية طلاب القطاعات الطلابية، الحركة السياسية، كل الحركة السياسية داخل جامعة صنعاء والنقابة الجامعية دور بارز في ثورة 2011.
أو ثورة الشباب ما يسمى بثورة الشباب، بالإضافة إلى أن جامعة صنعاء تعد أهم منجز لثورة 26 من سبتمبر. نعم. إذا نشير للمشاهدين الكرام أن هناك خلل في الصورة من المصدر، لكن لازال معنا الأستاذ وليد عبر الهاتف. طيب، ما هو السبب في هذا التركيز على جامعة صنعاء أستاذ وليد؟ أستاذ وليد، إذا فقدنا هذا أو فقدنا التواصل مع الأستاذ وليد، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الناشر. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير يا مرحبا. أهلا بك دكتور عبد الله. أهلا بكم جميعا، أهلا بك وضيفك الكرام. حياكم الله دكتور عبد الله. أنت كأحد أعضاء هيئة التدريس، كيف قرأت هذه القرارات التي قامت بها الميليشيا في سياقها الذي يعني أتى كمرحلة كإحدى المراحل التي تواجه بها الميليشيات كما قال الضيوف العمل الأكاديمي وجامعة صنعاء تحديدا؟ في الواقع ما حدث هو جزء من سلسلة السيناريو الذي يمشي عليه الحكومة سلطة الأمر الواقع في صنعاء، هم يحاولون يسيطروا على كل أجهزة الدولة. وصلوا حتى إلى الآن إلى دخل الجامعات، أولا بإصدار قرارات مخالفة للقانون وخارج سياقه تماما، والآن بأنه يريدوا أن يقصوا جزء من أعضاء هيئة التدريس ويتخلصوا منهم فقط لكي يحلوا محلهم أناس آخرين ينتمون إما إلى السلالة أو أنهم يدينون بالولاء الكامل لهم. وهذا الأمر الساري، وما زالت المحاولة هذه ستكون الدفعة الأولى في تقدير الشخصي، لأن ما يمضي أخطر من ذلك بكثير، سيذهبون لفصل آخرين وإحلال بدائل عنهم، إما كما قلت من السلالة إما أنهم يدينون لهم بالولاء، وهذا فرض لأمر واقع في الجامعة. يعني هي عملية ممنهجة دكتور عبد الله؟ بالتأكيد عملية ممنهجة ومدروسة، هم يعلموا ماذا يصنعون بالضبط. هم يقول لك نحن الآن في حوار في داخل الكويت، سنقتسم السلطة من جديد، سنعود إلى المؤسسات، لن يستطيعوا أن يلغوا أي قرار تم اتخاذه من قبلنا، وبالتالي هذا فرض لأمر واقع كبيرهم الذي علمهم السحر صالح، يعلمهم ماذا يصنعون بالضبط، كيف يستطيعوا الآن أن يسيطروا على كل المفاصل، تمسكوا الآن بكل المواقع، وبالتالي لن يستطيع أحد أن يزيحكم في المستقبل. الأكثر من ذلك طبعا أن هؤلاء يريدون أن يعودوا بعد فترة انتهاء الانقلاب أو عودة الشرعية بقوة اقتصادية يعني فاعلة داخل البلد. هم ينهبون ثروة البلد لكي يعودون بقوة كقوة اقتصادية مؤثرة، يستطيعون أن يديروا المشهد السياسي بالأموال التي معهم كما يفعل صالح الآن. فالأمر في منتهى الخطورة، وللأسف الشديد ما يجري في الكويت أيضا أمر خطير. إذا كان سيعود هذا الحوار لاقتسام هؤلاء إلى السلطة، صحيح أنهم هم جزء من هذا البلد، لكن هم في الواقع قطعوا الوطن كله سيطروا عليه، والآن يسيطروا على كل المفاصل، سيصلون إلى حد الفراشين في المدارس وفي المؤسسات. يعني أفهم منك دكتور أن هناك استغلال لمشاورات الكويت الجارية حاليا في عملية التجريف المؤسساتي وكذلك إصدار قرارات توظيف، يعني محاولة منهم لاستغلال الزخم الإعلامي الموجود على هذه المشاورات وعدم وجود أي رقابة إعلامية فاعلة بحكم أنهم أغلقوا المواقع وكذلك الصحف وما شابه بداخل اليمن. بالتأكيد طبعا حقيقة كل القوى المدنية في البلد تشعر بقلق كبير مما يجري في الكويت. هناك ضغوط كبيرة الآن على وفد الشرعية لتقديم تنازلات، لاقتسام السلطة، لتشكيل حكومة انتقالية. بمعنى آخر أن تشكيل حكومة انتقالية تستلم الأسلحة من يد هؤلاء، أي أنهم سيستلمون الأسلحة التي نهبوها من الدولة من جديد، وسيبقون مسيطرين على المشهد. المشهد المستقبل بمنتهى الغموض، ولهذا أعتقد أصبح الناس يشعرون بحالة من الإحباط. ما الذي ستنتجه هذه المفاوضات أيضا؟
لكن هؤلاء الآن يسيطرون على كل مفاصل الدولة. قلت أنا أقول لك في رأيي الشخصي أنهم سيطولون حتى للسيطرة على مقاعد الفراشين في الوزارة، وبالتالي لن يستطع أحد أن يقتنعهم، سيكونوا موجودين وباتفاقة بعد ذلك مدعومة دوليا. الأمر في منتهى الخطورة. أنا لا أريد أن أعطي أفقد الأمل لدى من يستمع، لكن هذا الواقع، قراءة المشهد يقوم بهذه الصورة. طيب دكتور، يعني كيف يمكن قراءة هذه يعني التعيينات التي وصفتها بالسلالية في هذه المواقع وبشكل عام عمليات الإحلال الوظيفي هنا في ظل سياق حديث عن يعني ضغوطات من جهات أخرى، هناك عمليات مشاورات سلام، يعني أليس من الطبيعي أن يكون هناك ضغوطات دولية على الحوثيين في هذا السياق أو على سلطة الأمر الواقع؟ هذا الذي ينبغي، هذا الذي نأمل فيه، هذا الذي كنا نتوقعه، لكن للأسف الشديد الآن اللاعب الدولي يبدو أنهم ذاهبين في اتجاه آخر، اتجاه آخر. من سيدفع الثمن هم القوى المدنية، القوى التي تدافع عن وجود الدولة. يقول لك هذه القوى ستخلق توازن في المستقبل ويجب أن تعود، لكن في الواقع هذه هي القوى التي دمرت البلد وقادتها إلى ما هو عليه اليوم. يا أخي نحن أساتذة وصلنا إلى مستوى لا يمكن تتخيله، نحن نجري وراء راتبنا الذي مقطوع شهريا، كل شهر راتبنا مقطوع يطلع بحد ذاته. أبي أنا واحد من هؤلاء. وصلت أنت تتعامل مع لا دولة، تتعامل مع ناس لا يؤمنون بالدولة ولا يؤمنون بالقانون ولا يؤمنون بالدستور ولا يؤمنون، كارثة بكل ما تعني. طيب هذه من ناحية السلطة دكتور، هذه من ناحية سلطة الانقلاب دكتور، كيف تقرأ ردة الفعل المجتمعية حول ما يدور سواء من الناحية الأكاديمية يعني في الجانب الأكاديمي أو في جوانب الحياتية الأخرى؟ لا هو الأمل في هذا الجانب قوي، نحن نموذج أعضاء تدريس في الجامعة، لازلنا نقاوم، لازلنا نرفض هذه السلطة، لازلنا نرفض التعامل مع إدارة الجامعة المفروضة فرض على الجامعة، لكن أحيانا تصطدم بواقع، أنت قد أولادك مقطوع ومطلوب منك أن تذهب لكي تطلق راتبك من خلال هذه الإدارة. هناك إشكالية، لكن ما زال الناس راقبوا لهم، لم يعد لهم ذلك تلك الحظوة في داخل البلد، الناس ترفضهم بشكل كبير أكبر مما من أي وقت مضى. لكن ما الذي سيصنعه الناس؟ يعني هم يواجهوا، أنت تواجه الآن أناس لا يؤمنون بالدولة، تواجه بالإشياء، صعب أن تتعامل مع هؤلاء. كنا يوم صالح نتعامل مع شبه دولة، الآن الناس فقدوا كل شيء. طيب هل يعني من المتوقع في ظل هذه الممارسات المستمرة وفي ظل حتى استهداف جامعة صنعاء التي كانت منارة للتغيير، هل من المتوقع ردة فعل مجتمعية مثل مظاهرات أو ما شابه يعني تخرج رافضة لهذا الانقلاب والتي يعني لاستمرار هذه الأوامر أو القرارات التي تجر البلاد إلى هاوية بحسب الكثيرين؟ في الواقع الرهان كله على الشعب، على مقاومة هذا الذي يحدث، لكن في الواقع كما قلت لك المقاومة أصبحت الآن الناس تتردد عندما تتعامل مع دولة، على الأقل تجد المجتمع الدولي يلتفت لك، الآن تتعامل مع دولة وللأسف الشديد، للأسف الشديد المجتمع الدولي الآن يعني وكأنه يفترض الانقلابيين في داخل البلد، وكأنه يفترض الانقلابيين بدلا من أن يضغط عليهم في اتجاه استعادة الدولة، لأنه بيشكل مصدر استقرار وأمان للملاحة الدولية بحكم الموقع الاستراتيجي الخاص بالبلد. للأسف الشديد الواضح أنه كأن المجتمع الدولي أو كأن اللاعب الدولي الحقيقي يستقبل الانقلابيين حال حوثي وصالح في داخل البلد. هناك كارثة حقيقية سيدفع، وأي ترحيل الآن لهذه المأساة سيدفع حتى المجتمع الدولي جزء من فاتورة هذا الأمر. ولهذا لمن يسمع من العقلاء عليهم أن يدفعوا باتجاه أن تستعيد الدولة سلطتها في داخل اليمن، لأنه الخاسر الوحيد لم يكن فقط الشعب اليمني، نعم نحن الخاسر الأكبر، لكن أيضا لم يكن هناك استقرار في هذا المكان. هذه يعني تعداد سكاني عند 25 مليون يشكلوا قنبلة موقوتة في هذا المكان. أن يتم اضطهادهم بهذه الصورة، أن تنتزع دولتهم، أن تختطف بهذا الشكل، وأن يتحولوا إلى متسولين، أعتقد الأمر بيكون في منتهى الخطورة إلا أن يتدخل المجتمع الدولي بضمير حي ويعمل على استعادة الدولة بشكل حقيقي ويضغط على سلطة الانقلاب
لأن تسلم الدولة للسلطة الشرعية ثم ندخل في عملية انتخابات. أنا كنت عضو حوار، عضو مؤتمر حوار وطني، وخرجنا بوثيقة أعتقد أنها مسألة الأمل الكبير لكل أطياف الشعب اليمني. لم يحصل فيها كل طرف على ما يريد صحيح، لكنها حققت الحد الأدنى مما يضمن وجود دولة قوية ديمقراطية. لكن للأسف الشديد هذه الوثيقة التي خرجنا بها من الحوار الوطني تم عليها الانقلاب من طرف لا يؤمن. هو كان موجود معنا، كنت أستغرب وأنا عضو مؤتمر حوار وطني أثناء الحوار داخل مبنبي، كنت أستغرب من مواقف هؤلاء وهم يبدون عدم مبالاة في التمرير وكأنهم يتفسحون، لكن كان يبدو يعني تبين أنهم بشكل واضح لديهم سيناريو آخر، سنرى إلى أين سيصلون ثم نحن سنمضي في السيناريو المحدد من قبلنا. هذا ما تم الانقلاب على وثيقة الحوار الوطني واختطفت الدولة للأسف الشديد، ووصلوا البلد إلى هذه المأساة التي يدفع ثمنها المواطن اليمني للأسف الشديد بتواطؤ دولي. للأسف الشديد بتواطؤ دولي ما يجري الآن حقيقة يشعرنا بالإخفاق الشديد. إذا عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء دكتور عبد الله ناشر كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الناشط السياسي الكاتب الصحفي أيضا الأستاذ وليد الأبرة. أستاذ وليد مرحبا بك مجددا. يعني هناك نفهم أن هناك عقاب سياسي تقوم به سلطة الانقلاب لمعارضيها من خلال استخدام الوظيفة العامة، ما هي الأثر المتوقعة من هذا العقاب الجماعي؟ لا شك هناك آثار على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى النسيج الوطني وعلى مستوى قواسم الحشد المشترك وعلى الوعي العام بعمل المؤسسات واستعادة الثقة بين المجتمع والمجتمع الدولي والسلطة الشرعية والسلطة سلطة الانقلاب أيضا. كثير طبعا مأساة اليمنيين حقيقة هي مأساة انقطاع الكهرباء، مأساة انهيار مؤسسات الخدمات الرئيسية والخدمات العامة، مأساة انقطاع المرتبات وتحويل الكثير والخصومات التي المجلس الحربي، مأساة تحويل كل مؤسسات الدولة وتجييرها للعمل تحت إدارة الحرب، مأساة ابتزاز الوظيفة العامة والإحلال أيضا لهم وأناس أيضا حتى تحت مستوى التأهيل. كلها الانعكاس نعم أستاذ ولي. طيب يعني هناك من يتحدث على ضعف ردة الفعل الموجودة بداخل المجتمع بصنعاء وكذلك يعني من الناحية الأكاديمية أو الناحية النقابية إن صح التعبير، هل ترى أن ردة الفعل كافية؟ هل هي يجب أن تصعد بشكل أكبر؟ أستاذ وليد؟ إذن يبدو أن هناك خلل في التواصل مع الأستاذ وليد الأبرة الناشط السياسي. مشاهدينا الكرام، كانت حلقة اليوم تتحدث أكثر عن ما حدث من قبل سلطة الانقلاب من قرارات فصل تعسفية أو قرارات فصل ل 66 أكاديمي بداخل جامعة صنعاء. تحدث الأستاذ أو الدكتور وديع العزعزي أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء على أن هذه القرارات لا يمكن قراءتها إلا من الحالة السياسية نظرا لما للوضع الذي تعيشه البلاد حاليا. تحدث أيضا على أن هذا الأمر سيؤثر على جامعة صنعاء ومستقبلا بشكل عام. تحدث أيضا على أن هناك الكثير من الأساتذة والدكاترة بداخل جامعة صنعاء لم يستلموا رواتبهم وانقطعت عنهم الرواتب بشكل عام منذ فترة طويلة من الزمن. إذن اتفق الكثير من الضيوف في هذه الحلقة على أن هذه العملية كانت عملية ممنهجة ومدروسة من قبل سلطات الانقلاب، خاصة أنها أتت وفق حلقات متتالية من استهداف لأكاديميين من حبسهم وكذلك من استهداف للطلاب داخل جامعة صنعاء. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة اليوم من المساء اليمني. إلى حين الملتقى في حلقة جديدة، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.